مساء الخير على كل متابعي ومشاهدي موقع بصراحة الإخباري. أهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد، معكم أسماء إسماعيل من محافظة الأسكندرية، وقصة جديدة ووقعة إنسانية حدثت بالفعل في محافظة الأسكندرية. معايا النهاردة الحاجة تغريد، حصل معاها موقف ما يتقالش، موقف وحش جدا داخل مستشفى شهيرة بمحافظة الأسكندرية. نعرف القصة والتفاصيل منها. أنا برحب بحضرتك. موجودين حضرتك، انا مريضه كانسر وعامله عمليه استئصال في صدري وبتعالج في المستشفى، والملف بتاعي في المستشفى. ففي البدايه ما كانش فيه علاج جوه الجرعات الكيماوي، فعملت تلغراف لرئيس مكتب الجمهوريه وتواصلوا معايا وتواصلوا مع المستشفى ووفروا للمستشفى علاج لمده 3 شهور. بعديها بفتره تانية ما كانش فيه علاج، اضطريت ان انا اعمل الدكتور حولني على الشعاع قبل ما اخلص الكيماوي بتاعي، وبعد كده رجعت للكيماوي تاني ما كانش فيه علاج، اضطريت ان انا اروح لوزارة الصحة ان انا اعمل شكوى تاني عشان يوفروا لنا العلاج. فبعتوا معايا جواب لرئيس القسم الاورام، فاتفاجئت برئيس قسم الاورام جاب الملف بتاعي واشر عليه ان انا اكتفي بالعلاج، ان انا ما اخدش علاج تاني. طبعا هو كده ما اخدتش الجرعات بتاعتي، الاستشاري كان محدد لي عدد جرعات وانا ما خدتهاش، طبعا اثرت عليا وعلى صحتي وعلى قدرتي على الحياه. وليا متابعه في المستشفى، المفروض ان انا بروح، كان ليا المفروض ميعاد الاستشاري بتاعي كل يوم حد، غيروه بعد كده بقى يوم ثلاث. فانا رحت الثلاث اللي فات ده المستشفى عشان اعمل الكشف بتاعي واتابع مع الدكتور. كنت تعبانه جدا من فتره، ما كنتش قادره انزل المستشفى بسوء الجو، الحاله عندنا كانت صعبه جدا. طبعا كل الناس عارفين الجو كان عامل ازاي في اسكندريه، وانا كمان مريضه روماتايد. فرحت المستشفى على اساس ان هو الارشيف بيقفل الساعه 12 على حد علمي، ففوجئت ان الارشيف بيقول لي لا، التوجيهات الجديده ان الارشيف يقفل الساعه 10:30. فقلت طب ادخل للمدير القسم ان انا اشرح له الموقف، ما لقيتش موجود. دخلت للسكرتيره، السكرتيره قالت لي لا، وكلمتني بطريقه مستهتره كده يعني. فقلت خلاص اتوجه للدكتور في العياده، في مجموعه دكاتره وقبل كده ممكن يرقفوا بحالي يعني، ويقولوا ويخلوا الارشيف يطلع لي الملف بتاعي واكشف انا مريضه. فلقيت السيستر منعتني ورجعتني تاني لمكتب السكرتيره. سكرتيرة رئيس القسم الأورام راحت قالت لها، هي جات لك تاني، نادوا على الأمن يخرجوها برا المستشفى. فطبعا أنا جالي زهون واتعصبت وقلت لها إزاي تقولي لي كده؟ قالت لي، قلت لها أنا هصور وأثبت الموقع اللي أنت الكلام بتقوليه. قالت لي صوري، أنا ما بتفرقش معايا. فبالفعل طلعت التليفون بتاعي وصورت. في نفس اللحظة بتاع الأمن جه وحاول ان هو يتهجم عليا ياخد التليفون. كان في راجل مسن برضه واقف في نفس المكان، هو قعد يقول له لا، وانا بصراحه ما اخدت التليفون وكنت شايلاه في الشنطه. بعد ما روحت البيت بتوع الامن بقى خرجوني بره المستشفى، وهي قالت لهم انا اتصلت برئيس القسم وقالوا وديها الاسم كويس. فقلت له اسمي ايه؟ قال وانا واحده حراميه عشان اروح اسم، وانا واحده يعني انا واحده مريضه وجايه بطلب حقي بس. ولما روحت البيت نزلت الفيديو على صفحتي في الفيس. فانا دلوقتي بطالب ان الملف بتاعي يتحقق فيه، وبطالب بحقي ان انا اخد بقيه جرعاتي ويتعمل لي كونسلت طبي، لان انا حالتي متدهوره بس. طيب بعد اللي حصل ده ما خدتش اي اجراء قانوني؟ ما انا رحت المفروض اخد اجراء قانوني، عارفه المبنى بتاعه المفروض هو في المنشيه، قالوا لي اتنقل راح سموحه، وانا يوميها كنت مجهده جدا وكانت قدرتي ما تقدرش ان انا اوصل لحد سموحه. فروحت كل اللي انا عملته ان انا نزلت الكلام دوت على الفيس، وفي ناس تواصلوا معايا من مستشفى الميري، بس انا بصراحه ما تجاوبتش معاهم. هم كانوا عايزين يروح المستشفى ويخلصوا الموضوع كده يعني، ودي يعني شكرا وخلاص وكل سنه طيبه على كده يعني. المفروض ان انا ليا جرعات، ايوه انا هو ده الموضوع اللي انا محيرني، عشان انا رحت وزاره الصحه او انا عشان قبل كده عملت الاغراف لرئيس مكتب الجمهوريه قلت المستشفى ما فيهاش علاج، يبقى انا كده عملت حاجه خطا. طب ما هو الدكتوره بتاعت الصيدليه قالت لي انت تشكري كتر خيرك
لان مكتب رئيس الجمهوريه قال لها هيبعت لها علاج لكل مرضى السرطان لمده 3 شهور. يعني انا ما عملتش حاجه غلط، انا بحاول ان انا اساعد المستشفى ان مفيش في علاج في المستشفى. فروحت وزاره الصحه لما جابوا لهم علاج بالظبط 3 شهور حضرتك، ومكتب رئيس الجمهوريه اتواصل مع الدكتوره في المستشفى ان يوميها المدير ما كانش موجود في المستشفى، هو كان معايا على التليفون، قال لي طب خلاص اتوجهي للصيدليه للدكتوره وتواصل معاها على التليفون وفهم المشكله، ومش لحالتي بس لا، ده لجميع حالات المرضى السرطان، قال لها هوفر لك علاج لمده 3 شهور. بعديها برضو ما كانش فيه علاج، فانا قلت اتجه لمكان تاني عشان اوفر علاج ليا. فكان النتيجه ان رئيس القسم معرفش هو شاف الموضوع ده بالنسبه لي ان انا عملت خطوه غلط، فاشار لي ان انا ما اخدش علاج عشان ما اروحش بقى من حق ان انا اشتكي حد. هو ده الطبيعي اللي انا فهمته، وبعدين سلمت امري لله وقلت خلاص هعمل ايه اذا كان هو رئيس قسم اشار لي على الملف ان انا ما اخدش علاج، يبقى اصلا مش من حقي اتوجه لاي جهه اقول لهم عايز علاج، ما يديش ربنا يعني. هقولها تاني حضرتك، انا دلوقتي عايزه الملف بتاعي يتم التحقيق فيه ويتعمل لي كونسلت طبي ويشوف الجرعات بتاعتي الاستشاري اللي كان محددها لي انا ما خدتهاش، وبناء عليه حصل لي ايه. من حقي ان هم يشوفوا حالتي، لان انا بقيت الجرعات بتاعتي الاستشاري محددها لي ما خدتهاش. فاضل لك كده كذا كام جرعه يعني؟ تقريبا بتاع اكتر من 10. ممكن انا عشان ما اقولش رقم غلط، بس تقريبا 10، اكتر من 10، اقل من 10 بجرعه يعني، عشان الكلام ده بقاله فتره، وانا للاسف في حاجات كتير بنساها، الكيماوي مأثر عليا صحيا، وفعلا حقيقي انا بنسى الارقام، وانا عندي روماتويد وعندي الكبد تعبان، وكنت بتعالج برده على نفقه الدوله، يعني انا مهلكه وعندي العمود الفقري متاكل من الكيماوي. انا مش عارفه هما المفروض يساعدونا، المفروض يساعدوا المريض الكانسر ده يتساعد، مش يكرش من المستشفى. السكرتيره قاعده تنادي الامن يهني، الاهانه اللي انا اتهنتها ديت ليه؟ عشان انا عملت ايه اتهنت كده؟ انا عملت ايه عشان اتكرش من المستشفى؟ حضرتك كنت رايحه عشان تشوفي رئيس القسم او تشوفي بيت اشهر على الراس؟ لا كنت رايحه عشان اكشف، هو خلاص اتأشر ده من فترة، انا رايحة اكشف، رايحة اعمل المتابعة بتاعتي، اما بكون تعبانة لازم انزل المستشفى عشان الملف بتاعي كله في المستشفى، ما ينفعش اروح اي مستشفى تانية. لا شكرا. القصة والموضوع بتاع الحاجة التغريد، طبعا عرفنا ان هي مريضة كانسر، وكمان كانت بتعالج مستشفى شهيرة بالاسكندرية، وراحت عشان تكشف وتم كرشها من المستشفى، وتعاملت معاملة ما ينفعش بني ادم يتعاملها من امن المستشفى. ان شاء الله حقك يرجع وتكملي علاجك. انا بشكرك جدا، واحنا معاكي، وان شاء الله صوتك يوصل. بشكركم كل متابعي ومشاهدي موقع بصراحة الاخباري في كل مكان. كنت معكم اسماء اسماعيل، مراسلة موقع بصراحة ومحافظة الاسكندرية.